مدفعني هنا كتير قوي قوي، مؤدبة وكويسة، وكان بتحسن كتير يعني، كان بتحسن كتير قوي، كانت كويسة يعني من جميع النواحي. عم مهدي ده كان ايه اساسا؟ كان بواب. وهي عملت ايه؟ هي جابت له مدرس علمه انجليزي وفرنساوي، علمه 3 لغات. وخلته مدير اعمال، كان هو ماسك كل حاجه تبعها. اللي اقدر انا اقول ان هي عاشت فقيره وماتت فقيره، لدرجه كانت مره عازمه فريد الاطرش عندها واستلفت طقم المعالي الكوشوة من الجيران عندها.